تسير تحدياتنا لشوطنا الحادي عشر وهو الشوط الخاص بالقعدان الإذاعة المحليات الأصايل. انطلقت هذه النوعيات هذه الدفعة من جديد لتتنافس لنيل الفوز والناموس والانتصار، حيث نسير بحضراتكم أيها المشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المقدمة والصدارة، حيث المنافسات بلا شك قوية من خلال تواجد هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذه المنافسة الشيقة. نبدأ بسم الله ونسير مباشرة إلى المركز الأول، حيث يتقدم مرزام، تعود ملكيته خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي، يتقدم ويقدم لنا مرزام في المركز الأول. بينما المركز الثاني هذه اللي وصلت الان في او وصل في المركز الثاني ماي هاب، تعود ملكيته عبد الله بن خميس الرزي الشامسي يتواجد على المركز الثاني. اما المركز الثالث اعود ليتابع مياس سعيد بن احمد بن حلوه الكتبي يتقدم للمركز الثالث. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات وصولا من قبل شرغان لمنصور بن سعيد بن رقراقي المزروعي يتقدم في هذه اللحظات الى المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الاخر ناخذ سادس المراكز، ياتي شعار بالعود مع مسامح مبارك بن حمد بالعود العامري الى المركز السادس. سابع المراكز هنا يتقدم سديح لنواف بن محمد بن جابر بوساق اللي يحتل المركز السابع في هذه اللحظه. المركز الثامن المركز الثامن وصل شاهين علي بن محمد بن حميد الجنيبي، ياتينا ثامنا. تاسع المراكز وصولا من قبل معذور عبد الله بن يمعه بن رحمه الدرمكي. والمركز العاشر في هذه اللحظات يصل مكابر لمحمد بن شطيط بن قميش يتقدم ليحتل المركز العاشر يا ابو حارب. هذه النتيجه لمراكزنا الاولى المتقدمه والذي نسير من خلالها بمنافسات قويه وشديده، وان شاء الله بالتوفيق للجميع خلال حصوله على ارقام متقدمه خاصه مع المراكز العشره الاولى. عوده الى الصداره والى القمه والى المراكز الاوليه، ما شاء الله شوف التحدي والمنافسه بقوه اشواط هذا اليوم بالمنافسه الشيقه العملاقه التي دائما تدور منافساتها واداءاتها الجميله بالمشاركه والمنافسه والتحدي. اعود الى البدايه والمركز الاول لا يزال مرزام، لا يزال يقود هذه المجاميع. مرزام في المركز الاول، يا سلام اهالي المرموم قادمين، اهالي المرموم بالمشاركه. خليفه بن سعيد الجنيبي، خليفه بن سعيد بن سالم الجنيبي لا زال متقدم احد شباب المرموم الواعدين دائما بالمنافسات والمشاركات القويه. المركز الثاني هناك بن حلوه يتقدم، حيث يقدم بياس سعيد بن احمد بن حلوه في المركز الثاني. بينما المركز الثالث ياتي مسامح، يتقدم سامح ايها المتابعين الاعزاء مبارك بن حمد بن العود العامري، حيث قدم بالامس نقطتين مع سن اللقايه في انطلاقات الامس واليوم. يعني منافس ابو مسلم، منافس جميل بانك تشارك وتنافس وتحقق انتصار في ظل يعني هذا الكم والكيف من الهجن الطيبه، الهجن الاصايل، خاصه مع ختام تمهيدي المرموم. بينما المركز الرابع هناك الدار راشد بن مصبح بن محمد القايدي يقدم الدار، حيث يسير راشد بن مصبح بن بطي القايدي في المركز الرابع. اما المركز الخامس عندك يا برقراقي يحتل خامس المراكز في هذه اللحظات، ويسير برقراقي مشاهدينا الاعزاء الى المركز الخامس. سادس المراكز وصل الان ماي هاب عبد الله بن خميس الرزي يحتل المركز الخامس. المركز السابع هذا اللي تدخل الان، وسار شاهين علي بن محمد بن حميد الجنيبي الى المركز السابع. هذه سبعه مراكز، ان شاء الله وانها يعني تصير هذه السبعه. بنشوف بنعود الى مرزام، الى مقدمه الشوط يا الجنيبي يا سلام، لا زال مسيطر
لا زال مسيطر مرزام على وضعية المقدمة، وضعية المقدمة والانطلاق والإصرار على الفوز وتكرار الإنجازات. يعني هذا القعود هذا الموسم شارك مشاركات قوية ومنافسات زينة في كل المشاركات وكل الأحوال. خليفة بن سالم بن سعيد أو خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي لا زال مسيطر يقود المجاميع كالعادة وينتصر في النهاية. بينما هناك المركز الثاني واصل بن حلوة يعني أهالي الخوانيج خطيرين للغاية، 1200 على خط النهاية. هناك المركز الثاني مياس سعيد بن أحمد بن حلوة تحت المركز الثاني، بينما مسامح يحاول. مسامح جميل أنك تصير في عام تسامح وتأخذ يكون مسامح جدا، هذا هو مسامح. نبارك بالعود العامري يصل في المركز الثالث، بينما المركز الرابع واصل شاهين علي بن سعيد أو علي بن محمد الجنيبي يتقدم إلى المركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى خطيرين للغاية، بينما بن عويضان يتقدم للمركز الخامس مع هجام حمد بن حمد بن عويضان العامري. ولكن العود خلاص، الجنيبي طار ممثل المرموم، راح ممثل المرموم إلى وين؟ إلى المرموم بالسلام والتحية. ها هو مرزام في المركز الأول حتى اللحظة. يعني الخطورة قادمة من شعار بن عويضان، شعار أهالي ند الشبه، لكن ظني أن خلاص مرزام بيهدي التحية والسلام إلى خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي إلى أهالي المرموم. يا سلام، حرك يا محرك. والمركز الثاني هاجم هجماته قوية، هجمات مرتدة. عندك ابن عويضان حمد بن محمد بن عويضان العامري يحتل المركز الثاني مع هجام، ولكن خلاص مرزام من البداية حتى النهاية قام راس وانهى الشوط راس. مرزام سيطر، خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي، والله اللحظة الأخيرة مثيرة بين هجام ومرزام، بين مرزام وهجام، هجام ومرزام. مرزام لا زال من البداية وهجام يهجم هجوة قوية، هجمة مرتدة، إلا أن مرزام مسيطر. سلام وتحية لأهالي المرموم من البداية قاد الشوط إلى النهاية، من البداية إلى النهاية في ختامي تمهيد المرموم. تهانينا والناموس خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي ممثل المرموم، ينطلق ينتزع المركز الأول. سلام وتحية لأهالي المرموم. المركز الثاني ياتي هجام لحمد محمد بن عويضان العامري، المركز الثالث يصل شاهين علي بن محمد الجنيبي، رابعا مسامح بارك بن حمد بن العود العامري، وخامسا الدار لراشد بن مصبح بن بطيل قايدي. هكذا كانت النتيجه، هكذا كان المسار، عوده الى مرزام وهو من يفوز بناموس هذا الشوط ليهدي اهالي المرموم. مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقه، هذه التحديات مرزام، اذا ثانينا والناموس 7 دقائق 44 ثانية، 4 أجزاء من الثاني. ثاني والناموس خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي، حيث فاز بناموس هذا الشوط، وسلام إلى المرموم، سلام وسلام يا لجنيبي، سلام. بينما مشاهدينا الكرام حل في المركز الثاني هذه الانطلاقة ب7 دقائق 46 ثانية وجزء واحد من الثانية، هجام حمد محمد بن عويضان العامري، حيث حل في ثاني المراكز بهذه المشاركة وقطع هذا التوقيت وهذه المسافة. المركز الثالث نصل المشاهد الأعزاء إلى تواجد الدار أو شاهين، حل في المركز الثالث علي بن محمد بن حميد الجنيبي، خذ ثالث المراكز وتوقيت الزمني أمامكم على الشاشة 7 دقائق 50 ثانية جزئين من الثانية. ثانينا والناموس للجميع على الفوز والمشاركة في هذا الميدان والمشاركة في انطلاقات المرموم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقات تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وانطلاقة شوطنا 12 مدبعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا